اذكر فعلا يريحك لو كنت منزعجا. ابن عمي عرف. انت ما تعرف ها؟ جاي اصفن اتذكر. قاعد تصفي تختار لها، خلينا نشوف. يلا ابن عمي. الطين فعل واحد يريحك هيجي لما تكون منزعج. شنو اللي تسويه هذا الفعل حتى ترتاح؟ اشرب مي. ها؟ اشرب مي. مي؟ نعم. لا. نعم. يشرب الماء. خطأ. جاءت إجابتك خطأ. وخلي نشوف الأستاذ علي. رياضة. الرياضة، ممارسة الرياضة. هل هذا الفعل يريح؟ نعم. برافو. إذن فضل أخ سعد ويلا أستاذ علي وخلي نشوف. إذن نصيحة لكل من ينزعج يمارس الرياضة، يعني على الأقل يمشي مثلا شوية يريح أعصابه أو يسبح مثلا، ونشوف الأخت هالة شو تقول. طيني فعل واحد يريح. سماع الموسيقى. سماع الموسيقى. يا سلام يا سلام. والسيدة سبا. الصلاة مثلا، الصلاة أو العبادة. الصلاة. خلينا نشوف. الصلاة. نعم نعم نعم، الصلاة تهدئ الأعصاب وتريح النفس والاختلاء مع الخالق سبحانه وتعالى. خلينا نشوف سماء. النوم. يا سلام. شوف شوف بقى الأفعال. بابا النوم. يا أخويا يا ابن عمي. صلاة ورياضة وسماع الموسيقى والنوم، باقي أربع احتمالات. خلينا نشوف بعد أستاذ علي. التنزه أو الذهاب إلى حديقة متنزه. الذهاب إلى متنزه أو التنزه في حديقة. خطأ أول. وست هالة. التسوق. التسوق. خطأين. من حقكم الآن أن تتفقون، أن تتشاوروا وأن تتحاوروا وتتفقوا على إجابة. ونرجع إلى ست سبع. شو تقول؟ الاتصال بشخص يعني مقرب أو من الأهل. أو الاتصال بصديق. اتصال بصديق أو الأم. خلنا نشوف. اتصال بصديق أطمئن، أثق بي. نعم برافو. باقي ثلاث احتمالات. وعدكم خطأين، وديروا بالكم من الخطأ الثالث ليروح إلى الشكرتشي. شو تقولين أخت سماء؟ لا لا ممنوع ممنوع. نعم. خطأ بالوقت. إذن